دلوقتي انا زوجتي اجنبيه، ايوه حاولت اطلع الحج او اسال عن الحج، لقيت ان في حج مباشر، للاسف ما عندناش من مصر الا حج مباشر هيكلف فوق المليون جنيه ولا مليون ونص جنيه، تمام؟ فانا ما حجتش قبل كده، هل انتظر ان احنا نحج مع بعض بقى يعني بعد كده، ولا اتوكل انا على الله واحج؟ والله لو انت معك فلوس ولا ما عندك؟ ما عنديش التكلفة، يعني ما عنديش التكلفة ان انا ادفع مليون ونص يا شيخنا، وهي هتحتاج بعد كده محرم كمان، فانا لا خليك من محرمها، هي انت مش ملزم بها الان، يعني انت معك ما الان عندي ان انا اسافر على التكلفة اللي معلنة حاليا، عندي التكلفة. عندك التكلفة، وانت تأمل ان ييسر لها سبيل الحج العام القادم او بعده؟ ممكن من بلد اخرى يا شيخ، بس من مصر مستحيل للاسف. اذا انت حج وليس عليك ولا على زوجتك اسم في عدم حجها الان، ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. يحج من استطاع اليه سبيله. خلاص انا ارجع اتوكل على الله يا شيخ. توكل على الله، الله يتقبل. ربنا يبارك. بس اذا مش ليس زي ما تقول انت مليون جنيه ولا حاجه،